مصر بلد الأمن والأمان، وستظل بإذن الله تعالى، وبلد الخير والعطاء، وستظل بإذن الله تعالى، وجندها خير أجناد الأرض، وسيظلون إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى، وبما أخبر عنهم به الصادق المعصوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجيش مصر كما وصفه سيادة الرئيس جيش رشيد يحمي ولا يبغي، لا يجور ولا يظلم ولا يعتدي، ولكنه في الوقت نفسه نار تحرق المعتدين، نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها. فجيش مصر العظيم هو ابن هذا الشعب العظيم، ليس به ولا فيه مرتزقة ولا ميليشيات، إنما هو جيش من لحمة هذا الشعب. ولذا فإن خلف هذا الجيش 100 مليون مصري هم خطوط إمداد لهذا الجيش. لسان حالهم وحال جيشهم يقول: الشجاع يموت مرة واحدة، والجبان يموت 1000 مرة، وليس بين أبناء مصر جبان واحد، فكلهم في سبيل هذا الوطن العزيز أسود غائرة، والتاريخ خير شاهد.